بالنسبة باش ندخل معك واقعي، أولا تهنا فيهم جوج المسائل. كاين المسألة الأولى راه قلتها قبل في الصحفية اللي قبل، أنت نآمن بأن الكرة هي التي تربح لينا. صافي دير اش نقصد بها هو أنه نركز على الفريق ديالي، نكون كلنا الخدمة ديالنا نديرو اللي علينا، شيما تكتيك تكنيك مونتاج نوجدو مزيان، إلا نكونو مزيان نضربو أي فرقة إلا نكونو في المستوى ديالي. هذيك هي اللي مهمة، خلي الكواليس وخلي هذا، واخا يكون الكواليس اللي بيكونوا هذاك هو الأساس. ثانيا كاين حوايج اخرين بيان سير، كاين حوايج اخرين، حنا مغاربة عندنا النفس هنايا، عندي الحق ديالنا ما عادش نساوه، حنا تنعرفو هاد الشيء، ولكن حنايا كبار، حنايا كبار كوداد ولا كبلاد، المسائل اللي وصلنا لها في كرة القدم، وهذا كبار على هاد الشيء. تنحاولوا أنه، ماشي تنحاولوا، غادي نحاولوا أنه نردوا وناخذوا المسائل ديالنا بالكرة، وهذاك هو الهدف ديالنا ان شاء الله.